الله يحييكم. أولا مرحبا ألف في بيتي وأرحب بكم وأرحب بالمتابعين. بالنسبة لهذا الركن هي والله الفكرة تراودني من زمان، لأنها بيئة أنا عشتها على طبيعتها في بداية حياتي مع أهلي، وبحكم أني عسيري، يا منطقة عسير كان ما فيه بيت يخلو من هذا النقوش اللي هو القط العسيري، هذا كنا نستخدمه. فالفكرة هي من أول موجودة، وأنا حاولت أني بالنسبة لي الماضي أعتبره بالنسبة لي يعني شيء مهم، فحاولت أني أستقطبه، حاولت أني أسترجعه في الأشياء اللي أنا أقدر عليها، احتفاظ ببعض الأشياء، اقتنيت بعض الأشياء، في أشياء أعتبرها ورث، يعني فيه كم من قطعة عندي هنا هي تعتبر الأهلي يعني لأبويا والأمي، حاولت أني احتفظ بها كإرث يعني. وحاولت أني أجهز هذا المكان، هو سكن خاص فيني يعني أرتاح فيه بعد عن شغل، أنا صاحبة شغل فاروح واجي، فهذا يعني هذه هي الفكرة. أنا حاولت أني هي كانت في مخيلتي، حاولت أني أفعلها على أرض الواقع. جميل. يعني السؤال الآخر، أنت ذكرتي وإحنا شفنا أيضا كل امرأة في المنطقة عسير وفي الجنوب كافة لازم أو تمارس الفن والإرث العسيري أو الجنوبي عامة، إيش السر؟ تكلمي لنا عن الامرأة الجنوبية. شف، بالنسبة للقط العسيري بالذات هو فن ولد مع المرأة العسيرية أو ولدت مع المرأة العسيرية والجنوبية، نقول بشكل عام فنانة تشكيلية بالفطرة. القط العسيري احنا علمونا امهاتنا، وامهاتنا علموهم جداتنا، مثل ما تعلمنا اي شغلة في 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 شغلنا اللي لازمنا مثلا ان نتعلمه ونكبر واحنا نعرفه. القط العسيري يعني تعلمناه، وتعلمنا المواد اللي نستخدمها، كنا نستخدمها من الطبيعة قبل ما تجي الصبغات هذه اللي هي الدهانات المستوردة، كنا نستخدم البرسيم، وكنا نستخدم أشجار من منطقتنا، من ضمنها أشجار العثرب والهرد والموية الزعفران وأشياء كثيرة استخدموها. استخدمنا شعر الماعز كفرشات لأنه ما كان فيه فرشات جاهزة، استخدمنا مسواك الشث، استخدمنا يعني كانت الأشياء كلها تعتبر من الطبيعة. فالقط العسيري هو من أصل شغلنا، ومن أصل هو فن عسيري. المرأة العسيرية من زمان كانت مساندة للرجل في كل شيء، فعلا يوم كانوا يقولون أن الرجل والمرأة زمان كانوا كتف بكتف، واللي يطالبون بالمساواة الحين هم الرجل والمرأة متساويين من زمان في كل شيء، كانوا يسرحون بعد صلاة الفجر في مزارعهم وفي حطبهم وفي رعي أغنامهم وفي في في حياتهم إنجاز طول النهار. فكانت في المرأة من زمان وهي يعني هذا دورها، ربوا أجيال زمان ربوهم على البيئة اللي هم فيها، والحين ربوهم على التعليم، يعني الحين في دكاترة وفي مهندسين في طيارين، أمهاتهم بعضهم ما تقرأ ولا تكتب لكنها أم، يعني غرست فيه حب العمل، غرست فيه حب الوطن، غرست فيه حب الإنجاز. يعني احنا في الجنوب صحيح ان التعليم جاء عندنا متاخر، لكن امور الدين ندركها من ابائنا وامهاتنا، والمراه العسيريه تعرف دورها، يعني هي مؤصل، هي الام تربي بنتها للمستقبل، انت بتعملين كذا وتعملين كذا وتعملين كذا، والحمد لله يعني احنا تربينا على اشياء كثيره اللي قدرنا ننقله للاجيال اللي بعدنا نقلناه، واللي مثلا ما قدرنا ننقله لهم حكينا لهم عنه، وعدناهم للوضع الجديد وللحياه الجديده. زينا عندي بناتي، زينا عندي بنات، أنا عندي بنت طبيبة، عندي بنت ممرضة، عندي بنت أخصائية إشاعة، يعني واحدة إدارة أعمال، واحدة تشتغل في وزارة الداخلية. علمتهم يعني أعدهم للزمن الحالي، لكني أنا شخصيا ارتبط بالماضي أكثر وأعتبره هوية ما أحب أتخلى عنه. طيب جميل. سؤالي الأخير، أنا بستغني عبد الله وسارة ومشاهدينا عن أحد المحاور اللي أنا مجهزها وبتكلم عن ضيافة، يعني في كل مرة نزور أهالي منطقة عسير يستضيفونا على الأكل الجنوبي. يعني عبد الله وسارة ومشاهدينا الكرام الموضوع بيشهي، ولكن ودنا تكلمينا عن هذه الضيافة الله يكرمك اللي أنت قدمتيها لنا. هذه الأكلة اسمها تصابيع، إحنا في الجنوب نسميها تصابيع، طبعا هي مكونة من البر ومن اللبن ومن السمن ومن العسل. بطريقتنا الجنوبية ينغل اللبن، بعدين تتقطع العجينة هذه فيه، ويطبخ ما يقارب 45 دقيقة وأحياناً ساعة على النار على أساس ينضج. السمن والعسل سواء هو الحمد لله كلهم منتجات البلد. هذه الأكلة كانت تقدم لأي ضيف يجي، وعندنا يعني هي أهم وجبة، لدرجة أنهم قد سموها في يوم من الأيام كبش بلا عظام، اللي هو الكبش اللي هو الخروف
هذه تعادله في الكرم وتعادله في الجودة وتعادله في محبة الضيف أنها تقدم له، فسموها بهذا المسمى. كانت في المناسبات الزواج وفي مناسبات الضيفان لأي سبب، وحتى في العزيات إذا في عزاء يسوون البيت العزاء يسوون لهذا الوجبة ويدونها. هي عندنا وجبة رئيسية وإحنا في الأعياد ما نستغني عنها. أنا من 40 سنة وصباح العيد لازم يكون في بيتي تصابيح.